تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم قلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم مساء الخير إذن أحبائي عمو يزيد جد سعيد اللي راهو معكم اليوم هنا في هذه المدينة مدينة الجسور المعلقة ابن باديس شكرا 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 يا أطفال شكون اللي يقدر يقول لي يوم العلم هو نسبة لماذا وفي أي سنة شكون اللي يقدر يقول لي يوم العلم هو منسوب لشخص ما وتعطوا لي التاريخ والسنة كذلك شكون اللي يعرفه شوف مع الشاطرة هذه شوف مع الشاطرة هذه واسمك بنتي وكيف اسمك آلاء نسبة لابن باديس للإمام عبد الحميد ابن باديس نسبة لماذا وش صار في هذاك اليوم وش صار شكون يعرف يلا شكون تاني شطور عطي الشطرة هذه واسمك بنتي اسمي أمال أمال شحال في عمرك أمال 13 سنة الله يبارك نسبة لمن قلنا للإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله واش صرا في هذاك اليوم هو النهار اللي ولد فيه شيخ العلامة عبد الحميد بن باديس لا خطأ لا 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 شكون اللي يقدر يقول لي تعرف عطي الشاطر هذا واسمك اسمي نسيم نسبة لماذا لوفاة ابن العلامة بن عبد الحميد بن باديس في أي سنة توفي العلامة عبد الحميد بن باديس يلا شو هادو نجيب لهم سؤال آخر بصح معلش عطيله الشاطر هذا عطيله واسمك عبد المولى 1940 برافو تعال تشفيقة حرة أرواح معايا أرواح
اللي يكون عنده جواب يقدر يجي يبقى معنا. يلا فوالا خليه يقعد معنا. فوالا تفضل بقى معنا هنا، اقعد اقعد معنا. شكون تاني؟ شكون اللي يقدر يقول لي ماذا أسس عبد الحميد بن باديس رحمه الله؟ هذه سهلة صح. في أي سنة؟ في أي سنة ماذا أسس؟ شوف مع الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ اسمي ذكرى. ذكرى الله يبارك. شحال في عمرك ذكرى؟ 11 سنة. ماذا أسس عبد الحميد بن باديس؟ جمعية العلماء المسلمين. في أي سنة؟ في 1945. مات في 1940. معلش معلش روحي قعدي معنا تفضلي، خلوها تطلع تقعد معنا. تعالي أرواحي زيد. شكون اللي يعرف تاريخ تأسيس جمعية العلماء المسلمين؟ شكون اللي يعرف؟ شوف الشاطر هذا. واسمك ولدي؟ أمير. أمير وقتاش؟ أي سنة؟ 1935. لا لا ماشي 1935. يلا شكون 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 شكون؟ شوف الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ بسمة. بسمة الله يبارك بسمة. وقتاش؟ 1931. في أي يوم؟ ما قالوه لكش؟ قالوا لك التاريخ برك. أي يوم؟ أي يوم؟ لا لا 16 أفريل ذكرى وفاته. في أي يوم؟ شوف الشاطر هذا؟ هي قتلوا ماما خلاص. واسمك؟ في 5 ماي. في 5 ماي. أروح تقعد معنا. تعال تعال. شكون اللي قال لي تعال تقعد معنا ثاني؟ الشاطرين يقدروا يطلعوا يقعدوا معنا. أحبائي عبد الحميد بن باديس رحمه الله أسس جمعية العلماء المسلمين في 5 ماي 1931. عمو يزيد لكم أغنية اسمها 16 أفريل، أغنية خاصة بهذا اليوم. بن باديس يا علامة، كن شمعة يا إمامة، حرقي الدين الظالمة وتنور بالظلام، وعيد شعب الأمة وضعيف للسلام. بن باديس يا علامة، كنت شمعة يا إمام، تحرقي الدين الظالمة وتنور في الظلام، وعيد شعب الأمة وضعيف للسلام. المدرسة هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي. إذن الأولياء من فضلكم، الطفل بالفطرة بطبيعته يحب يروح للمدرسة. إذا في يوم شفتوا أن الطفل ما يحبش يروح للمدرسة، عليكم عليكم بالتوجه للمدرسة باش تشوفوا علاش. حتما كاين سبب، لأن الطفل يحب يقرأ ويحب يروح للمدرسة. يا أخي أطفال تحبوا المدرسة؟ برافو 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 برافو. لا 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 مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي، مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. يا مدرستي مدرستي
كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني يا بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني يا بيتي يدفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي أمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي أدرس فيها مع إخواني أمضي إليها بتفاني ألعب أمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي ما أحلاها ما أبهاها لا تنساني لا أنساها ويزيد في قلبي هواها سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أجد بها دوما اليتيم هي كنز المعرفتي فلتحيا فلتحيا مدرستي اسمها دوما في شفتي أجد بها دوما اليتيم هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي شكرا 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 تفضلي بنتي تفضلي شكرا 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 الشاطرة شكرا على بالكم في الشهر الفضيل رمضان عمو يزيد دار أغنية أغنية يقول فيها طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء بالنور والهدى تغنوها كامل معايا رمضان رمضان جاء عمو يزيد يتغنى بالشهر الفضيل شهر توبة والغفران يلا رمضان 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 جاء بالنور والهدى كان المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء للمسلمين أتى ينادي رمضان 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 جاء فيه الهدى خير للعباد رمضان 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 جاء فيه مغفرات لمن أراد رمضان 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 جاء كل الرحمات وأجر زيادة رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كان المسلمين
مسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء وعتق من نار وجنة عدن رمضان 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 جاء وبعد كبير للشيطان عني رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كان المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء أجواء جميلة وأنا مع أهلي رمضان 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 جاء فبعد صيام نفطر ونصلي رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء رمضان 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 جاء بالنور والهدى كان المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء أحبائي رمضان عنده الريحة نتاعو عنده التقاليد نتاعو نفطروا مع الأهل نتاعنا نصب بعد الصيام ورمضان هو الشهر وين الإنسان يتقرب بالعبادة من الله سبحانه وتعالى
إذا أحبائي الأطفال تقرأوا مليح. كاين أغنية تتغنى بالواجبات، ويلاتي يا ويلاتي، تعرفيها؟ أعطي لها الميكرو. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، سيعاقبني معلمي أشد العقاب. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. هذه الأغنية هذه كاين شطر في الأخير نقول فيه: من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. مهم جدا أنه التلميذ يقوم بالواجبات نتاعه في الوقت نتاعها. تراكم الواجبات من بين الأسباب اللي يخليك ما تحبش المدرسة يا أخي أطفال. إذن كامل تغنوا معايا: ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي. بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت: أريني واجبك. فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 أحبائي. المقطع الأخير هو المهم والأهم: من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. برافو برافو برافو. كاين أغنية ما عندهاش بزاف اللي كتبناها، جديدة، أغنية جميلة أنا شخصيا نحبها. هذه الأغنية دارها عمو يزيد، شغل طفل
يسأل الولد نتاعو يقول يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. كيفاش الوالد راح يفهم وليده واش هو الاحترام، كيفاش تحترم الناس؟ لأنه عندنا قناعة تامة باللي الاحترام مهم جدا في المجتمع. المجتمع اللي يكون عايش بخير هو المجتمع اللي فيه لو غسبي الاحترام. شوفوا الأب كيفاش يجاوب وليده، يقول له يتكلم له فيه فيه تلت أشطر. الشطر الأول يقول له لا ترفع صوتك بالحي، مهم جدا. لماذا؟ يقول له فعجوز نامت وصبي مريض مثلا، ومن بعد يقول له لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لازم يدير لشان، مهم جدا. ثاني يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منه ردا. أحبائي الاحترام مهم جدا، إلقاء السلام، الاستئذان، ما ترفعش صوتك في الحي، تحترم الناس، لما تكون تتكلم مع الناس تستنى حتى يكملوا الهدرة ديالهم باش تكمل تبدأ تهدر. مليح أننا نسمعوا لبعضنا بعض. يا أخي تغنوا كامل معايا، يا أبتاه يا أبتاه قل لي، قل لي معنى الاحترام، قل لي معنى الاحترام. يلا الاحترام مع بعض. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. يا ابني فمعنا في سنة
الإسلام. شكرا 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 أحبائي. الاحترام مهم جدا 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 في المجتمع. المجتمع لازم يعيش باحترام يا أحبائي. يا أخي حزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا لعمو يزيد اللي شرف ولاية قسنطينة وفرح أطفالنا. باسكو سي غار واحد يجينا باش يفرح الاولاد والاخر عندنا قدام ما فرحناش هكا. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو بوكو. نشكر عمو يزيد شكرا على اختراش طلعنا. نشكر عمو يزيد على الحفله هذه الهائله اللي فرحنا الاولاد وعلى جالته. جينا من بعيد احنا من امبواخي ونشكروه بزاف ونتمنوا يعاودوا لنا حفلات كيما هذه. نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة. عجبتني الحفلة، رائعة. ربي إن شاء الله يعيشنا بلادنا ووليداتنا وشباننا. ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يبقي عليكم ستر، يجعلوا إن شاء الله رمضان مبروك على جميع المؤمنين. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.